بالنسبة لهذا اللباس اللي درت ديال المنتخب، فكرة أصلا ما فكرتش يعني في الأول أنني نديرهم، غير صحباتي قلت لهم على حسب الماتش اللي كاين ديال ما بين المغرب وكرواتيا، قلت لهم راه إلى ربح راه غادي نصوب لكم تونيات. إيوا الحمد لله بما المغرب ربح قالوا لي يلا يا وجدي لينا التونيات ديالنا، صافي وجدتهم درتهم الفوفا وصاحبتها لواحد السيد آخر وجدتهم ليهم وتصوروا، والحمد لله لقاو اقبال كبير في الانستغرام وفي التيك توك، وبداو الناس كيطلبوهم ليا بزاف، وحتى كاع اكثريه الجاليه المغربيه. تقريبا شحال المده اللي كدير باش انه تصاوبي واحد اللبسه؟ ايوا تبارك الله راه ماشي غير واحد اللبسه اللي كنوجد في النهار، كنوجدوا بزاف ديال اللباس في النهار. تبارك الله كاينه معايا ليكيب ديالي اللي كان بينشكرها في هذا المنبر، اللي تبارك الله ما كيخليوش من جهدهم، يعني خدامين بالليل وبالنهار، كنبغي نشكرهم بزاف بزاف صراحه. مسألة اخرى، كيف جات الفكره باش انه تصاوبي بحال هذا الموديل هذا؟ والله الا ما فكرتش فيها اصلا، كما قلت لك غير البنات قالوا لي راه الا ربح غتصوبي التوني، وقالوا لي يكونوا فيها داك الدرابو ديال المغرب، قلت لهم يلا مرحبا صافي. ومنين دخلت الانترنت وقلبت كنشوف الديزاينات اللي كاينين، وجاتني هذه الفكره ديال هذا الديزاين هذا اللي صاوبت، ودرتهم في جليبات قصار ودرتهم في السلاهم ودرتهم تبارك الله في الوينات، ولقاو اقبال كبير بزاف عند الناس. مساله اخرى، تكلمني شويه على الاقبال ديال هذا المنتوج هذا في السوق. ايوا لقى اقبال كبير صراحه، يعني ما تصورش الكميه ديال الناس اللي كيعيطوا عليا يوميا على هذا المنتوج، وسيختو ما وجدتش يعني كل ما بين ماتش وماتش راه كيكون تقريبا 3 ايام، ياك 3 ايام اللي كيكون، يعني في ديك 3 ايام خاصني نوجد اكثر ما في جهدي، خاصني نخدم يعني بالليل وبالنهار باش نوجد طلبيات الناس، وسيختو الناس اللي كيكونوا في كازا وفي الرباط، يعني كنصيفط لهم هكا في الكار مع الشيفور، وكتصبح عندهم يعني صيفط لطنجه، صيفط لكازا، لمراكش، الرباط. اليوم عانيت عندي كليه للصويره، كاينه عندي عاوتاني في الرباط. ايوا خدمت مع واحد السيده طلباتهم ليا بزاف على حق بالمعارض اللي كيكونوا تمايا عندهم في كندا، صوبت لها السلاهم تبارك الله طلبات كميه كبيره، واحد الجمعيه عيطت عليا من المانيا. وبالنسبه حتى الناس اللي عندهم لي ريستورون، خدمت الناس اللي عندهم لي ريستورون في صنابا، اللي عندهم لي ريستورون كيبغيو مالينشي انهم يلبسوهم، والحمد لله لقاو اقبال كبير، وحتى اليوم عيطوا عليا عاوتاني دي زوتيل في اكادير بغاوهم، كلشي الناس بغاوهم صراحه، كاع جميع الفئات، لا بالنسبه للناس الكبار ولا حتى الدراري الصغار، حتى البنات الصغار درت لهم جبادورات صغيورين وسلهم صغير، راني حطيتو عندي في لاباج انستغرام ديالي ديال قفطان ليلى، لبستو لبنتي ولبستو لولد صاحبتي. المهم تبارك الله لقى اقبال كبير، ما يمكنش انني نخرج للزنقه الى كان المنتخب كينجح وكنخرجوا على برا، ما يمكنش زعما الواحد ما يسولك فين درتي هذا فين ما درتي. المهم تبارك الله بالنسبه للبري ديالهم، انا اللي كنخدم لي جابادور القصار كنخدمهم ب 450 درهم، وبالنسبه للسلهام كنخدمهم ب 700 درهم، واللي مخدوم بالسقلي كامل كنخدمهم ب 800 درهم. الناس كيقولوا لي لا غليتي، زعما كاين ثمن كثير زعما شويه، الثمن ما كثيرش حيت انا كنخدم بتوب زوين، كنخدم بكريب ديال كوريا، وفي نفس الوقت انا الطراسن كنرومهم والعقيدات كندفعهم على يد المعلمه، حتى بالنسبه للشاشيات اللي كندير كندفعهم على يد المعلم، هو اللي كيخدمهم بالسقلي وبالحرير. يعني كاينين عندي دراري كيخدموا باليد، وكاينين دراري كيخدموا بالماكينه، كاينين صحاب الكمبيوتر، كنخدم انايا بالنوع الجيد والنوع الممتاز في الكريب، ماشي غادي نجيب توب عادي او لا ندير ليه شي خيط ولا شي حاجه ونقول لبنادم 450 درهم، ما يمكنش. يعني كاينين حتى بعض الكليان هما براسهم قالوا لي عجبتنا خدمتك حيت متوله ونقيه، ماشي مدرحه ديال السوق، حيت كاينين الناس كيبيعوهم ولكن كيبيعوهم بثمن قليل، كاين اللي داير لهم غير 300 درهم، كاين اللي داير لهم غير 400 درهم، ولكن كل واحد حر في الخدمه ديالو. ولكن انا كنهضر على لي تيستي اللي كنخدم به، وعلى الخدمه وعلى المعلميه اللي كيخدموا معايا. بالنسبه للاداء ديال المنتخب الوطني تبارك الله فرحونا
والله الا فرحونا الصراحه، فرحوا العالم كامل ماشي غير المغرب بوحده. الله ان شاء الله يجيبوا الكاس يا ربي امين. وحتى حنايا باش نخدموا وفي نفس الوقت حتى حنايا راه خدامين معاهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.